جو الطرب الموسيقي التابع للمعهد الموسيقي بمدينة العرائش، فصفقوا عليه كثيرا لهذه الوصلات الفنية الموسيقية. نشكركم على تتبع فعاليات الأنشطة الموازية للمعرض الجهوي الثامن بمدينة العرائش، والتي نظمت من 6 إلى 12 أبريل 2018 تحت شعار القراءة التربية على القراءة دعامة للتنمية المستدامة. نشكركم على اهتمامكم البليغ وإصغائكم الجيد لكل فقرات هذه الأنشطة. نشكر الفنانين والمثقفين والأدباء والشعراء والمنابر الإعلامية والسلطات المحلية التي واكبت وعملت على إنجاح هذه التظاهرات. فحين كنا يعني غارقين في النوم فهاد الرياح الهوجاء والأمطار وكذا، فأنا متأكد أن الناس تاع الوقاية المدنية والسلطات المحلية كانوا صاهرين ويدون على قلبهم أن لا يلعب لا تلعب الرياح بهذه الخيمة. والحمد لله كل شيء كان على أحسن ما يرام، وكما قال المغفور له الحسن الثاني ركن بيتي على سقف بيتي حديد. إذا الحمد لله وعلى بركة الله نستهل هذه الأمسية، الأمسية اللي كنت كنختتم بها المهرجان المعرض الجهوي. وهذا المهرجان بالنسبة لي أنه كان ناجحا. لماذا؟ لأن كل ما سطرناه نفذ، فيعني تنفيذا للسياسة نتاع وزارة الثقافة في ترويج الكتاب وتقريبه من المواطنين والتعريف بالكتاب، هذا العمل هذا حصل كي سميتو في الأنشطة الموازية ولا في الأروقة التي كانت كتبا متعددة ومتنوعة وبأثمنة يعني منخفضة شيئا ما شيئا ما. إذا فبرمجنا حول برمجنا 32 نشاط على مدار هذه 7 أيام، برمجنا 32 نشاط بالرغم أن نشاط واحد كان يعني تغيب عنه المدعوون مدعوان اعتذر. نشاط تم تعويضه بورشة نتاع الفنون نتاع دار الفن للعرائش التي يمكن أن نصفق عليها وتستحق ثقتنا، لأنها فعلا زينت لنا هذا الجناح نتاع المحاضرات. وكذلك يعني المعرض والورشة نتاع الفنون التشكيلية أيضا شارك في هذا المعرض في الأنشطة الموازية حوالي 49 فنان وأديب وشاعر ومهتم ومثقف، يعني 49 تغيب منهم 4، فيعني يعني حتى 96% من الأنشطة اللي برمجناها نجحت والحمد لله. رغم قلت يعني الظروف يعني الرياح الهوجاء والأخر، فكان ديما عندنا متتبعين الأنشطة ديالنا صباحا، كان الأنشطة كلها موجهة للطفل ولا يعني تربية بمعزل عن الطفل، يعني الرهان ديالنا الأساسي هو الطفل. فوجهت إليه مجموعة نتاع الورشات المسرحية والفنون التشكيلية والتقنيات القصة القصيرة وأيضا الخط العربي والفنون التشكيلية إلى غير ذلك من الأنشطة. فأيضا برمجنا يعني عددنا 32 رواق هي على كاملة قيمة 7 أيام، هي ممتلئة، تعذر على عارضين هما مرايا ورونق المغرب لظروف تقنية يعني كتهمهما أما الأرواق كانت حاضرة. وهذا يعني استطعنا أن نتفادى هذا الأمر بتعويضه بمكتبة السلام من مدينة طنجة إلى غير ذلك، يعني بلا من